احكي لي السكن اللي راك عايش فيه. ساكن تاع روحي لا خشب انايا، ساكنه روحي نتاعي كيما نتاع الحاجه كاع خطر كان اغلبيه لو ساكن تحت سمارك. انا انت نسكن لا تحت خشب، مازال ما تطورش، ما عنديش ساكن ولا منيش جزائري. خاطر بوشي يعني كبير. كيفي 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 كيف الجزائريين، لا واش منصب ساكن انا لي الحالة هادي نتاع تي 300,000 نتاع 3,000 دينار، تجي تسولي يقول لك ساكن نتاعك نتا ما نصيبش، وعلاش ما نصيب انا؟ 100% كيما الحالة نتاع هادي ما نصيب، كيما محمد الأمين كيما هادي هاجر كيما ما نصيبو، علاه ما نصيبو ساكن علاه؟ لا ما نصيبو ساكن علاه؟